أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر، سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح فعاليات المعرض العشرين للنفط والغاز بالشرق الأوسط ميوس 2017، والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت شعار تطور الصناعة من خلال الابتكار والتفوق التشغيلي. أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيدا لحرص سموه على دعم الصناعات النفطية وتوفير كافة التسهيلات لها للقيام بدورها في رفد الاقتصاد الوطني وخدمة منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في القطاعات كافة. ونقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه، مؤكدا سموه أن قطاع الصناعات النفطية يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، التي لا تدخر جهدا في الارتقاء به وجعله مواكبا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مردوداته لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى ما يمثله هذا القطاع من محرك رئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية. وقد قام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بجولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على ما يتضمنه من منتجات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز. وقال سموه إن الاستثمار في قطاع صناعات النفط والغاز يمثل أحد أهم المرتكزات لتنويع القاعدة الاستثمارية والصناعية وفتح آفاق جديدة للصناعات النفطية، لا سيما في ظل ما يمتلكه القطاع من إمكانيات توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. وأكد سموه أنه برغم التحديات الراهنة والتقلبات في أسعار النفط على المستوى العالمي، إلا أن الاستثمار في قطاع الصناعات النفطية ما زال واعدا ويشهد تناميا مستمرا، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على تطوير صناعة النفط بما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة توفر البيئة الملائمة لهذه الصناعة لأن تزدهر، وهو ما يحقق نشاطا للحركة الاقتصادية في البلاد يعود مردودها على بقية قطاعات العمل والإنتاج. فرص الاستثمار في قطاع الصناعات النفطية تشهد تناميا كبيرا على أرض مملكة البحرين، جسدتها المشاركات الواسعة في المعرض العشرين للنفط والغاز بالشرق الأوسط من قبل الشركات العالمية التي وجدت على أرض البحرين تسهيلات كبيرة وبيئة لتطوير مشاريعها الرافدة للاقتصاد الوطني. مثل ما تشوفون هناك حضور كبير من كبرى الشركات العاملة في النفط والغاز وشركات النفط الوطنية في المنطقة، شركة نفط الكويت أمامنا،
شركة أرامكو السعودية بابكو متواجدة، وجميع الشركات لها محطة في هذا المعرض، وبدأت المحاضرات في القاعات اللي تابعة للمعرض. بنية تحتية مناسبة وحراك اقتصادي نشط واهتمام حكومي كبير، عوامل أكدت ضيوف المعرض والمشاركون فيه أنها عناصر مشجعة على جذب الشركات العالمية للاستثمار في مجال النفط والغاز على أرض البحرين. تعتبر هذه من المعارض المهمة اللي تشارك فيها شركة نفط الكويت، ولنا مساهمات فيها، أيضا لنا سبيكرز يقدمون أوراق وبحوث، ولنا أيضا فاسيليتيترز أيضا يكونون يشاركون فيها. ميوس من أقدم طبعا المؤتمرات والطعرة في المنطقة كلها. نحن منطور برامج لشركات النفط والغاز. الشركات المشاركة في ميوس 2017 قدمت أحدث التقنيات التي تخدم القطاع النفطي في البحث والتنقيب وتكرير ونقل المشتقات البترولية وتحليل العينات والنتائج بكل دقة، مراعاة لما تتطلبه السوق العالمية في المرحلة القادمة. بالنسبة حق المهندسين، هذا يعتبر يعني أهم حدث، والجلوب مو بس المهندسين، الجيولوجيين واللي يشتغلون في مجال البترول مهم جدا بالنسبة لهم أن يون ويشوفون شنو آخر الابتكارات في مجالاتهم، ويلتقون بالمهندسين أو جيولوجيين من الشركات الثانية ومن أماكن أخرى على كبر العالم ويتناقلون خبراتهم. ومما لا شك فيه بأن قطاع النفط والغاز لا يزال يشغل المكانة الأكبر في السوق الاقتصادية العالمية بحسب ما يجمع خبراء الاقتصاد والمراقبون. أدوات وتقنيات دقيقة وأجهزة عملية غاية في التطور تدفع بعجلة التنمية في مجال الصناعات النفطية إلى أعلى مستوياتها. فهذا المعرض على هامش ميوس 2017 يزخر بالعديد من المشاركات لأبرز الشركات العالمية في مجال النفط، وذلك بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاج لهذه الشركات تلبية لاحتياجات السوق العالمية. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.